ودلوقتي معادنا مع الأخبار التي ستحدث اليوم بمشيئة المولى عز وجل. أهم هذه الأخبار وأبرزها مشاركة وزير القوى العاملة حسن شحاتة في اجتماعات الدورة رقم 97 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية في العاصمة العراقية بغداد. من بين أيضا الأخبار اللي هتتم النهاردة إطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للميادة، بالإضافة لمباريات هامة جدا في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني هنتابعها من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيشارك حسن شحاتة وزير القوى العاملة ممثلاً عن الحكومة في اجتماعات الدورة 97 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، وده بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي حكومات وأصحاب أعمال وعمال. النهاردة هيتم تنظيم معرض فني تحت عنوان رسالة أطفال مصر للعالم لتعريف العالم بالتغيرات المناخية من خلال الرسم والأعمال الفنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. الفعالية دي بتأتي في إطار الاستعدادات اللي بتتم لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ. كمان النهاردة هينطلق أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. الفعاليات بتستهدف رفع الوعي بقضايا المياه وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع 5 مباريات قوية في إطار الجولة 11 من عمر المسابقة. هيلتقي ساوثهامبتون مع ويست هام الساعة 3 العصر، وفي نفس التوقيت هيلتقي كل من مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد وليدز يونايتد مع أرسنال وأستون فيلا مع تشيلسي. الساعة 5:30 هيكون ختام الجولة مع كلاسيكو إنجلترا بين ليفربول ومانشستر سيتي. لعشاء الدوري الأسباني موعدهم النهاردة مع 4 مباريات مهمة في إطار الجولة 9 من عمر المسابقة. هيلتقي سالتا فيجو مع ريال سوسيداد الساعة 2 الظهر، والساعة 4:15 كلاسيكو الكرة الأسبانية اللي بيجمع ريال مدريد مع برشلونة، والساعة 6:30 لقاء إسبانيول وبلد الوليد، وختام اليوم في 9 مساء بلقاء بيجمع ما بين ريال بيتس والماريا.